وما أوتي النبيون من ربهم، فجميع الأنبياء مبلغون لوحي الله عز وجل، ليس لهم من الأمر شيء. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يتركنا لنضيع دون هدى، فأرسل إلينا الأنبياء والرسل، وأنزل إلينا الكتب السماوية المنزلة. ودعوة جميع الأنبياء هي الإسلام والاستسلام لله عز وجل. لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بأسماء جميع الأنبياء، بل ذكر بعض الأنبياء في القرآن والسنة. فعلينا جميعا الإيمان إجمالا بجميع الأنبياء، والإيمان تفصيلا بمن ذكر من الأنبياء. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لا نفرق بين أحد منهم. وهذه خاصية للمسلمين في كل زمان ومكان. والإيمان وحدة واحدة لا تتجزأ، ومن كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. فحين كذب قوم نوح بنوح، قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ولما كذبت عاد بنبي الله هود، قال الله تعالى: كذبت عاد المرسلين. ولما كذبت ثمود نبي الله صالح، قال الله تعالى: كذبت ثمود المرسلين. في واحد من بقيت بيسأل ويقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى لا نفرق بين أحد منهم وقول الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض؟ ليس هناك من تعارض، فمعنى لا نفرق بين أحد منهم أننا نؤمن بهم جميعا على وجه الإجمال، أنهم رسل مرسلون من عند الله عز وجل، صادقون مصدقون. ولكن لا شك أن الأنبياء والرسل يتفاضلون، فهناك مثلا أولو العزم من الرسل وهم خمس: سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهم يتميزون عن غيرهم من الأنبياء والرسل. وكيف لا نفضل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء، وهو من ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، وهو من يقول يوم القيامة: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. ونحن له وحده مسلمون، مستسلمون، خاضعون، منقادون. جزاكم الله خيرا.